ولمزيد من التفاصيل حول فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا من هناك مراسل التلفزيون المصري باسم أبو العنين. باسم، بعد التحية أطلعنا على الجديد لديك هذا اليوم في مهرجان العالم عالمين. تحياتي إليك من مدينة العالمين الجديدة، حيث مهرجان العالمين تحت شعار العالم عالمين. هذا المهرجان العبقري، عبقري في الحقيقة، لأنه يعني يقدم ترفيها يخاطب كل الأذواق، ترفيها فنيا لمن يحب الفن، ترفيها رياضيا لمن يعشق الرياضة، ترفيها لمن يعشق الإثارة كالعروض الجوية والألعاب المائية، وأيضا العروض الفنية لمن يحب الفن والتراث والغناء وخلافه. هذا المهرجان الذي يستهدف نحو 1,000,000 شخص طيلة 45 يوما المقرر عقد المهرجان عبرها، والذي يمتد في مدينة العالمين الجديدة، وتقع عروضه في أرينا العالمين، وأيضا في شارع أو الممشى السياحي، في مسرح الشارع بالممشى السياحي. هذا المسرح الجميل والمبهج والمفتوح، والذي يقدم عروضه الفنية بالمجان وللجميع. من يأتي إليه يشاهد العروض الرائعة التي تقدم للرواد جميعا، الرواد سواء من المصريين أو العرب أو الأجانب، وحتى العروض التراثية تلقى رواجا من الأجانب الموجودين في العالمين لما تمثله من رسالة عن التراث المصري وتعريف للأجانب تحديدا بال التراث المصري. وكما رأينا بالأمس كانت هناك فرق تقدم تراثا مصريا كالتراث السيناوي البدوي، وأيضا التراث السكندري الذي تقدمه فرقة الحرية تابعة لقصور الثقافة بالإسكندرية، والتي قدمت في الحقيقة عروضا لاقت رواجا كبيرا بالأمس، وكانوا يقدمونها مترجلين عبر الممشى السياحي بحيث لا يكونوا متوقفين. الممشى السياحي طويل نسبيا، وبالتالي قد لا يتوفر للبعض أو يتسنى للبعض مشاهدة العرض، فهم فكروا في فكرة أن تكون الفقرات متتابعة هنا وبعد قليل على بعد عدة مئات من الأمتار وهكذا، حتى يتسنى للجميع المشاهدة. أيضا اختتمت فعاليات بطولة البادل العالمية الدولية المقامة في نسختها الأولى، متزامنة مع النسخة الأولى أيضا من مهرجان العالمين، وفازت فيها فريق، طبعا هي لعبة زوجية، كل فريق يتكون من لاعبين أو لاعبتين، وتم تتويج المركز الأول وإعطاء كأس البطولة، واختتمت بهذا الفعالية التي امتدت على 3 أيام. وأخيرا كان هناك في مسرح على البحر، كانت أمسية جميلة للإعلامية الكبيرة الفنانة إسعاد يونس، والتي قدمت نسخة برنامجها أو حلقة من برنامجها صاحبة السعادة في هذا المسرح، والذي لقى يعني كانت أمسية جميلة، وشاهدنا المزيد ربما نقول الآلاف من المشاهدين الذين تابعوا بثا حيا من داخل الاستوديو الكبير الذي صمم خصيصا لتقديم فعاليات أو فقرات حلقة صاحبة السعادة بالأمس. هذه كانت أبرز العناصر أو المواد الترفيه التي قدمت بالأمس، وإلى مزيد من الترفيه سنتابع معكم عبر الساعة. بالتأكيد إليك. دائما نشكرك باسم أبو العنين، مراسل التلفزيون المصري من العالمين الجديدة، شكرا جزيلا لك.